أكثر النجوم شعبية في حقبة الثمانينات، وهو واجهة اتحاد WWE للفترة ما بين 1984 وحتى 1993. بدأ في عالم المصارعة الحرة مع نهاية السبعينات، وكان أعظم من قدم دور الشرير عندما كان زعيم عصابة NWO التي تعتبر نقطة التحول الكبرى في تاريخ عالم المصارعة الحرة. حقق ألقاب العالم لوزن الثقيل 15 مرة، وهو أول من حقق بطولة الرويال رامبل مرتين على التوالي. ومع بداية الثمانينات اقتحم عالم هوليوود بمشاركته في فيلم روكي 3. اعتزل المصارعة الحرة في عام 2015، وصنفته مؤسسة IGN الشهيرة على أنه رمز عالم المصارعة الحرة الأول عالميا. كان معكم أبو يحيى بودكاست جامعة مصارعة، وهذا هو هولك هوجن، وإلى اللقاء.